حفلات كثيرة جدا ونجوم كثيرة كانوا وهيكونوا معانا في فعاليات مهرجان العالمين. جمهور مهرجان العالمين بيستنى دايما كده الحفلات دي وبيتكلم عنها. ومن الحفلات دي في حفل الفنانة الكبيرة ديانا حداد يوم السبت اللي جاي في المهرجان، فخلونا نتكلم اكتر عن الموضوع ده. بينضم لينا عبر الهاتف دلوقتي الملحن مديان. مساء الفل عليك. مساء النور. يعني عايزة اتكلم معاك عن المهرجان الاول، نتكلم عنه. رحت المهرجان ولا لسه؟ والله يعني انا بشوف كل الفعاليات المهرجان، انا طبعا مبسوط ان احنا عندنا موضوع المهرجان بتاع العالمين. احنا طول عمرنا عندنا رياده في الاغاني وفي الحفلات ومن ايام ليالي التلفزيون، وكان نفسي دايما يفضل ده موجود، وانا مبسوط ان ده حاصل الفتره دي، وحاصل ان رد فعل الناس مبسوطين جدا بالحفلات دي، وانا فخور ان انا بلدي بتقدم الحاجات الحلوه دي وبالشكل الجميل ده. يعني طبعا الميكس الحلو ده ما بين الاندر جراوند والفنانين الكبار، تابعت ده؟ شفته؟ طبعا ومبسوط ان ده اللي بيحصل، ان مش بس لون واحد اللي بيشتغل، لا كل الالوان وكل الاذواق، والناس زي فعلا الناس مبسوطه ان هي بتروح الحفلات دي، ودي حاجه انا مبسوط بيها لان حصل ظبطه للذوق العام شويه. حقيقي انا حسيت ان الذوق العام اتظبط شويه، وخاصه ان انا يعني دايما بحاول اقدم على قد ما اقدر فن يكون محترم وراقي، ومن شغلي الحمد لله مع كل نجوم الوطن العربي، من عمرو دياب وشيرين وحماقي واليسا واصاله، ويعني مش عايز انسى حد، وانغام وكل الناس يعني، وتامر حسني طبعا وكل الناس. ومن ضمن الفنانين دول ديانا طبعا، ديانا حداد. وديانا حداد بقى ما احنا لسه نتكلم عليها، الناس الحلوه قلت خليها اخر حاجه. الناس الجميله. الناس الحلوه، وان انا كنت عامل لها قبل كده جماله، والفنانه يعني ديانا حداد دي من اجمل الناس اللي ممكن حد يتعامل معاها على المستوى الشخصي والانساني والفني طبعا، بس هي شخصيه جميله قوي قوي قوي، وبجد بتحب فنها جدا وبتحب شغلها جدا ومخلصه جدا لشغلها، ومبسوط الحمد لله برد فعل الناس على اغنيه الناس الحلوه، نزلت وعملت شغل كويس، وان شاء الله نسمعها في الحفله. ويعني يا رب دايما كده احنا نبقى عندنا دايما الرياده وبحفلاتنا الحلوه دي. مديان، صوت ديانا مميز من زمان قوي عن يمكن بنات جيلها، قوي، صوت قوي. انت تشرح لنا اكتر، يعني انا مش فاهمه قوي مزيكا، لكن انت اكيد تشرح لنا اكتر ايه اللي بيميز صوت ديانا حداد مخلي رنته مختلفه حتى في ودنا. هو اللي قلتيه بالظبط، هو رنه الصوت اللي هو خامه الصوت. دي حاجه ملهاش علاقه بالامكانيات بقى، خامه الصوت دي ربنا بيديها للواحد، ما فيهاش بقى ولا تدريب ولا اي حاجه، هي بتبقى رزق من ربنا نفسه ان يديكي صوت معين يكون مميز جدا، وكل الناس مجرد ما تسمعه تعرف ان دي ديانا حداد. ده من يوم ما طلعت واحنا كلنا، مش عايز بس اكبرها طبعا، هي تاريخ كبير جدا جدا، بس احنا اتربينا فعلا على صوتها. يعني هي في ذكرياتنا كلها، ومن اول اعمال الشرقي للاعمال الفاست الجميله اللي بترقص للدرامات، الحاجات دي يعني كلها. فطبعا هي فنانه كبيره، وانا مبسوط بالشغل معاها، وان شاء الله على فكره هتسمعوا حاجات برضو قريب تاني جميله قوي ان شاء الله. مع ديانا؟ مع ديانا حبيبها. طيب غير بقى الشغل تاني يعني مع ناس كبيره برضو ان شاء الله تنزل اغاني حلوه. انت اكيد هتحرق لنا الحته دي وهتقولها لنا، يعني ايه الجديد قول لنا. لا احرق ايه؟ لا في حاجة واحدة اكسكلوسيف، حاجة واحدة في حمائي طبعا. حمائي احنا عملنا مع بعض نجاحات حلوة جدا، زي حاجة مستخبية ومن دقتي وقالوا عنك واغنية اللقا فيلم من 30 سنة، واخرهم كان اعلان فضول المكان. دلوقتي في اغنية جاية ان شاء الله قريب في الالبوم الجديد بتاعه، في خلال ايام يعني ان شاء الله. في شيرين ان شاء الله برضو نازله معايا باغنيه الدحله، واحنا عاملين مع بعض برضو نجاحات، حب وجنه وكلام عينيه. ايوه بقى يلا، يعني عايزين شيرين ترجع تاني. في ان شاء الله، ان شاء الله يعني يا رب بس يعني تنزل على خير ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يعني في حاجه مع الهضبه قريب، مش عايز احرقها. في حاجه مع الهضبه، اخر حاجه نازله الاعلان اللي بيتعرض دلوقتي، مش عايز اقول اسمه طبعا، بس يعني في اعلان دلوقتي لسه نازل قريب، المفروض الاغنيه نفسها هتنزل بقى كامله يعني، والناس طبعا مستنيه، وكل يوم حد يسالني طب الاغنيه هتنزل كامله امتى. طبعا الحمد لله برضو كنت في رمضان عامل له اغنيه الكلمه الحلوه اعلان برضو، بس الله. اغنيه الحمد لله حققت نجاح كبير جدا.
انت كمان عملت وأول له السنة ابتدت مع الهضبه بيوحشنا في الالبوم اغنيه ملازمنا اللي هي بيوحشنا في الالبوم وعملت له طبعا حاجات كتير الحمد لله واتقل وراه دي واللي يمشي يمشي وعمرنا ما هنرجع وحبايب ايه يعني الحمد لله ودوام الحال الحمد لله كان في اغاني كتير عجبت الناس الحمد لله. طب متحمس يعني بقى لحفله الهضبه بما انها يوم الجمعه الجايه؟ طبعا طبعا هتحضرها؟ الهضبه بصي الهضبه في يعني في الستيج ليه طعم تاني وفرحة تانية وجمهوره يعني عشان في كذا حفلة كان بيقدمنا هو دايما حريص على انه يقدم الصناع ويديهم حقهم الفني يعني قدام الناس والمعنوي قدام الناس انه يقدمهم ويعرف الناس بيهم. فلما بطلع يعني على المسرح جنبه بجد انا بشوف انا نفسي بتخض وببقى مرعوب من كميه الناس ومن حفظ الناس للاغنيه وبيغنوها كانها بتاعتهم هم. فلا هو رهبه الستيج بتاعت الهضبه عمرو دياب كبيره جدا 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 وعشان كده حفلته بيبقى كانها البوم لوحده. مدين بما انك لحنت له كل الاغاني اللي انت قلتها لنا دي يعني وعايزه اقول لك ان كلها نجحت يعني بجد ما فيش حاجه فيهم تقدر تقول يعني شويه ها لا كلها كسرت الدنيا. كواليس عمرو دياب عامله ازاي؟ كواليس الشغل معاه عامله ازاي؟ يمكن كل الصناع اللي اشتغلوا معايا بيجمعوا على راي واحد ان عمرو دياب لحد دلوقتي بيشتغل كانه مطرب لسه بيبتدي. بنفس الحماس بنفس القوه بنفس الشغف بنفس ال الاخلاص يعني بيقعد فتره طويله جدا بيشتغل في الاغنيه وممكن يسهر لحد الصبح عشان الاغنيه خلاص قربت تنزل مثلا فيسهر لحد الصبح ما بيهموش ان هو ينام امتى ويصحى امتى لا اهم حاجه مصلحه الشغل. فيمكن كل الصناع اللي اشتغلوا معاه ملاحظين ان هو شغفه وطموح لا ينتهي. طب الكلمات لما بتجيلك يا مديم بتعمل ايه عشان تطلع اللحن حلو كده؟ يعني انت بقى كواليسك انت عامله ازاي؟ والله ده بيبقى كرم من ربنا لما بيجي لي لحن حلو وجمله حلوه وغير ان انا طول الوقت بحاول ان انا اشوف ايه الالوان اللي ممكن اقدمها للناس. خلي بالك انا دايما لما باجي اشتغل اي اغنيه بحب قوي ان الناس تبقى دايما مستنيه من الحاني انا اللي هقدمه ايه سواء مع نجم كبير او حد جديد. فده لوحده يعني مسؤوليه بتبقى كبيره جدا وبقعد اذاكر وبعمل حاجات كتيره جدا عليا عشان في الاخر اقدم جمله حلوه. وطبعا بيبقى من حظي الحلو من كرم ربنا عليا ان بتروح مع نجم كبير من النجوم اللي انا اشتغلت معاهم وان شاء الله دايما كده اقدم حاجات حلوه وتعجب الناس يا رب ان شاء الله. ومتحمسين قوي للي جاي وحابين ان انت اكيد كمان تحضر الحفله للهضبه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ان شاء الله. نشكرك الملحن مديان كل الشكر ليك.